خلال السنة الانتخابية لمجلس جماعة الدار البيضاء اللي كانت يترأسه السي محمد ساجد، بدأ مسلسل إحداث شركات التنمية المحلية على مستوى مدينة الدار البيضاء، وأصبحت هذه الشركات تهيمن على مجموعة من المشاريع الكبرى على صعيد مدينة الدار البيضاء، لدرجة أن البعض يقول بأن في خلال الانتخابات المقبلة الناس ما خصوش يصوتوا على المنتخبين تاع الدار البيضاء، ولكن يمشوا يصوتوا ديريكت على مدراء هذه الشركات التنمية المحلية ما دام أنها هي الفاعل الأساسي والحقيقي على مستوى مدينة الدار البيضاء. أجي نشوفوا واش قالوا المنتخبين حول هذه القضية هذه. سي عبد الغني مع هيمنة شركات تاع التنمية المحلية، البعض الآن تيقول في الانتخابات تاع المقبلة غاديش الناس يصوتوا على المنتخبين، غيمشيو يصوتوا ديريكت على المدراء تاع شركات التنمية المحلية. أنت براسك واش غتصوت على شركات التنمية المحلية في الانتخاب الجاية ما دام أن المنتخبين ما بقاش عندهم واحد يد في مدينة الدار البيضاء؟ هي شركة التنمية المحلية واحد الآلية ديال التدبير. هاد الآلية هذه فيها واحد الإبداع وفيها واحد الاجتهاد اللي خصها تخدم التنمية المحلية، ماشي تكون عائق للتنمية المحلية ويكون في تبديد لجهود وأموال الجماعات الترابية. بالتالي التصويت من عدمه هذا كلام آخر، بمعنى أنه الآن باش نتفاهموا دازت 10 سنين تقريبا على أول تجربة ديال شركة التنمية المحلية في الدار البيضاء، الأول باش ندير واحد التقييم ويكون تقييم علمي حقيقي متين رصين باش نشوفوا النواقص والعيوب ديال هذه التجربة هذه ونقاط القوة ونقويوها. بالتالي بيني وبينك خصنا نبداو نفكروا في امور اخرى، لان القانون التنظيمي 113/14 كيهضر على شركه التنميه، ولكن شركه التنميه ذات طبيعه اقتصاديه وتجاريه مش شي حاجه اخرى. الاشكال ان شركه التنميه بغات تنحرف على المسار ديالها غنوليو نهضروا على هذا الكلام. وحنا كنا في المجالس السابقه كنا تنبهنا لهذا الانحراف هذا وقلنا ما خصهاش تجي شركه التنميه لتحل محل المنتخب، بالعكس هي تساعده وتعاونه في اداء المهام ديالو في تدبير الجماعه الترابيه اكثر ما غتعوضه هو. الان لينا كنلاحظوا انه في اتجاه التعويض هذا لا يخدم بتاتا التنميه المحليه ولا يخدم بتاتا الديمقراطيه التمثيليه اللي هي كيكون المواطن كيمشي يصوت على واحد المنتخب اللي كيمثلو في دواليب و كواليس ديال العمل التدبير الجماعي. وبالتالي الاول باش نديروا واحد اتفاقيه اطار، هي اتفاقيه عامه اللي كتنظم عمل هذه الشركه التنميه المحليه، ما نبقوش عندنا اتفاقيات خاصه بكل شركه باش نتفاداو هاد ما يمكن ان نسميه بعض الانحراف اللي كيميز عمل هذه الشركه ديال التنميه المحليه. لا هذا كلام فيه شويه الغلو الحقيقه اللي وفي شويه السخريه اللي كيبي بانه كاين واحد الهيمنه حقيقيه ديال الشركات المحليه على مستوى الدار البيضاء في كيفيه تدبير يعني الملفات وعلاقتهم مع المستشارين المحليين بصفه عامه والمستشارين مجموعه الدار البيضاء. هذا اشكال مطروح بطبيعه الحال، هو يجب معالجته، يجب اولا القيام بواحد اليوم دراسي ومعرفه ومراجعه مجموعه الاتفاقيات اللي دارت مع الشركات المحليه. هذه الاتفاقيات اللي غتحدد لنا في حقيقه الدور ديال المنتخب الفعلي الحقيقي والمشاورات ديالو مع الشركه المحليه، وبالتالي بانه الشركه المحليه اصبحت مساله ضروريه لانه العالم كله في الجماعات المحليه الان اصبحت الشركه المحليه كتلعب واحد الدور تنموي حقيقي، خاصه مع تراجع ديال الاشكاليه ديال التراجع ديال التوظيف على مستوى الموظفين وعلى مستوى البوارد البشرية كاين واحد النقص حاد جدا، وبالتالي الشركات المحليه لعبوا واحد الدور مهم جدا مهم في يعني في التنميه ديال جماعه الدار البيضاء وفي تدبير يعني الشان المحلي، ولكن للاسف كتنقصهم واحد الشيء شويه ديال التواصل وديال الاستشاره الحقيقيه مع المستشار، لان المستشار هو صاحب الرؤيه والشركه المحليه فهي راه الاشاره ديالو في تنفيذ البرامج ديالو. اولا لابد ان نؤصلات قانونيه لهذه الشركات التنميه المحليه، طبعا هي نصص عليها القانون 1708 اللي جاء عدل القانون 7800 الذي هو بمثابه الميثاق الجماعي، وحتى القانون التنظيمي 113/14 اللي كينظم العمل الجماعي لح على اشار الى تاسيس هذه الشركه التنميه المحليه كآليه من آليات الشراكه والتعاون، لان هذه الشركه التنميه المحليه في التاسيس ديالها يمكن يكونوا شركاء ديال القطاع الخاص اللي كيتميز بالمرونه والاستعانه بالكفاءات البشريه اللي يمكن تدبر المرافق الجماعيه ولا بعض الاختصاصات اللي هي اختصاصات ذاتيه ديال المجلس الجماعي وتيعطيها لهذه الشركه التنميه المحليه، وكنستافدوا من ضخ اموال جديده من الاطراف المشاركه في هذه الشركه التنميه المحليه، وبالتالي ما يمكنش نقولوا بان
انها ستحل محل المنتخب. اذا فهي اليه من اليات التسيير التي ياخذها المجلس الجماعي من اجل تسيير بعض الاختصاصات ذات الصبغه الاقتصاديه ولا تسيير بعض المرافق الجماعيه. الامر يتعلق بضبط هذه الاليه وذلك عن طريق واحد الاليتين اذا صح التعبير واسلوبين، وهو لجان التتبع اللي منتخبه واللي كانت تنصص عليها اتفاقيه الانتداب، خاصه تتبع المشاريع التي انيطت بهذه الشركات والاموال التي كيدخل المجلس الجماعي في الخزينه ديال هذه الشركات التنميه المحليه. كتكون هذ الاسلوبين او هذ الاليتين اللي ضبطي هذه الشركات، وبالتالي ما خصناش نعتبروها انها رغدت تهرب لنا الاختصاصات، بل كتبقى هذه الاليات ديال المراقبه وديال الضبط وديال التتبع.